مشاهدي صوت الصحة التونسي، مرحبا بكم. نحن متواجدين في معتمدية القندار، ولا ما يعرفش القندار يقول الأراضي الدولية عندها آلاف الهكتارات، لكن الناس مش قادرة إنها تستغل هذه الممتلكات، عندها فقط شهادة تصرف. بالحق الوضعية العقارية في القندار غير محددة. حاولنا نسمع العبيد ونسألهم على هالوضعية اللي هي حسب البعض تعيق التنمية في القندار. لمزيد من التفاصيل تابعونا في الروبرتاج التالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت اللي انتم تشكيوا عندكم شي ماء؟ بالله انا منطقة عين سيدي حمد هذه ما فيهاش ماء. عين سيدي حمد تابع القندار؟ تابع القندار، تابع معتمدية القندار. عندنا تو شهرين كانوا يجيبوا لنا بالتراكتورات، شهرين قالوا لنا التراكتورات مكسرين. هذا حق إلهي، الناس كل عند الحق مش تشرب الماء وتاكل باش تعيش. وثاني حاجة هو حق دستور، وثالث حاجة واللي أهم منهم هذوما الكل هو حق أخلاقي. أخلاقيات ما تسمحش لنا باش مجموعة سكنية ما تمتعش كيما فيها بالماء صالح للشرب. عناش ملاكة احنا، ثم ناس عندها 20 كتار وعندها 30 كتار ومن جدود جدودهم طويكة عندها 200 عام طويكة وما عندهاش شهادة ملكية من بوفاشة الكندار، وتجيب تتحطها في التلفزة هذه الحكاية هذه، والتو الحالة هذيك التو ما تفضتش. ماناش عارفين احنا، ما تتبع فرنسا مبيوعة، ماناش عارفين شكون بعتها الدولة، ماناش عارفين. نحبوا هذه الاشكاليه هذه تحلوها، انا تحكم على السلطات، راه ما عندنا شكون يوصل، راه الشباب هنيك راه ضايع. تمشي البنك معناتها ما تقول لك اعطيني شهاده ملكيه نتاعك، انت وشكون قال هذا؟ شهاده تصرف عندك، شهاده تصرف انا ساكن فيها، معناتها احنا كارين عند الدوله. وبعد يجيك او ماها وضوها وزبله وخروبه وبرشا حكايات. الوظيفه قريب كدار هذه من وين؟ من عام 56 يعني التو مازلنا في شهاده تصرف. ما ثم حد يملك حد حاجه هنا في كندار، كل شيء متصرف، كان في محلك تتصرف، كان في الارض نتاعك الفلاحيه تتصرف، كان في اي حاجه، حتى مش تعمل حاجه مشروع ديما تتصرف من الشيخ، ما ثماش هذه شهاده ملكيه جمله تفصيل. بالنسبه لكندار ما فيهاش شهاده ملكيه. من بوفاشي حتى اخر ولايه سوس على طريق البشاش. قطعه الارض ما تسوى حتى شيء. بالملكيه تسوى مئات الملايين. من غير ملكيه يبيعوا فيها بخمسه ملايين الارض. علاش ما فيهاش شهاده ملكيه؟ اعتبار يشري في حاجه من السوق، ياخذ في حاجه من السوق ومروح على روحه. علاش ما والعباد مخلصه معناها؟ جي اي انسان، انا عندي الوالد يرحمه معناها مخلصها وكل شيء عاطينه فيها شهاده تصرف، شهاده تصرف ما تعمل لي حتى شيء. مش ترهن مثلا، مش تحب تعمل مشروع، تحب تعمل سقوي، تحب تعمل سنتاج. تمشي حتى مش تاخذ قرض يقول لك لا اخوي ما نعطوكش، ما عندكش شهاده ملكيه، شنو هي الارض هذه؟ راهي نتاع الدوله ماهيش نتاعك. وقت اللي انت مخلصها وامورك واضحه مع الدوله. شهاده ملكيه تتحسب باصابع اليد في قندار. غالب في المسائل العقارية كونها الدولة هي المالك الحقيقي للأرض، فهمت؟ انجهار الملكية جاء من العهد البيات، هذا شيء ما ندخلوش فيه. نحن ما نشوفه كان الوثائق، هذا باب. الباب الثاني نحن مع تسويت الوضعيات العقارية اللي طال بها الزمن والأشخاص اللي يتصرفوا فيها، فهمت؟ كسوا في ضحية وسكري، فهمت؟ ما نجموش نلغوه. دونك اوتوماتيكمون الدولة يلزم كيف كيف تاخد عند مسؤوليتها وتسوي الوضعيات العقارية العالقة واللي تأثر سلبا على الدولة وعلى المواطن. لا المواطن قادر يستغلها بصفة نهائية ولا الدولة قادرة تسترجعها بصفة نهائية. قلت لي لوديتكم يمشيو يقراو في النفيضه، ما عندكمش شي. هذيك النكبه الكبيره، احنا تو عندنا بنات بطلت قطعت على الدراسه، انا منهم ولي قدامك، بنتي بطلت. علاش؟ مبطله يعني تمشي لي تمشي لي الدنيا الذام، ما تجيني الدنيا الذام، وساعه على ساعه معناتها الكار ما تجيهمش، ومش ما تجيهمش جمله، ساعه على ساعه تجي وساعه على ساعه تقول لكم مشكون ما نجيش، اضراب وكذا، واحد بنتي تبقى مطيش. فنفيض علاش مش في معتمديتها؟ لسي اكثرش من لسي اولادنا ياخذوا فنفيضه. طب معتمديه هذه معتمديه من عام 81 راه مش من 81 وما فيهاش لسي معتمديه، في معناتها في الساحل معناتها الزون ساحل اي طاب زون ساحل وما فيهاش لسي، ما فيهاش مع ثانوي فيها كلها صغيره ومدرسه اكاو 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 معتمديه في ولايه سوسه، هذه في ولايه سوسه في الساحل معناتها. لو خلينا نبدو واضحين، الجمع جاي وتصويرته البلان تاع التصوير تاع المعهد
معلقه في باه المعتمديه هذا كلمه ويقولوا بلون تاعه دي طيب معلق في المعتمديه. واحد اثنين نهار 8 مارس ها هو تعهد من عندي الاهالي للقندار نهار 8 مارس لابيل دوف يبدا في الجريده باه في ما ينكملوا الاجراءات القانونيه كل متعلقه بالصفقه وبالمقاول اخر جوان اول جويلي المقاول يبدا يخدم في الليسي هذا تعهد مني خذوه 100% صحيح لا مانيش قاعد جويلي هاو لهنا اما نعطيك حاجه كونه اللي دارت عطيتهم كذوك صحاح وين فوا بورتوتا معناها ما عادش باش نحكوا لهنا على الليسي نتاع كوندار مش نحكوا ما بعد المعهد نتاع كوندار. عندي زوج صغار حليب وكوش اقسم بالله العظيم بطل بهاش في جيبي ها 2500 وعندي زوج صغار حوكة الحليب ب 20,000 ما شد الجمع. علاش ما تخدمش تبارك الله بصحة الأبدان علاش ما تخدمش؟ قول لي أنت ما فما حتى خدمة اش مش تخدم في كوندار لهنا بالنسبة لكوندار فما معمل الكابل يقول لك معناها من فوق الباك وأطلع معناها نحن مستوى نفييم أولى ثانوي ما تخدمش لهنا حتى هذه الدولة الكبيرة تبارك الله ومشاريع تخضير الزيتون الزيتون ماشي للناس الأخرى حتى أولاد بلاد هنا ما يخدمونيش المنطقة الصناعية اللي هي تو معنا 20 معمل يخدموا زوز معامل والأخرين مسكرين الوين ناس هذوما حازوا الأرض ودبوا على أرواحهم نحب شكون باش يقوم يشوف لنا الحكاية هذه يعني معنا السيد الوالي معنا السيد رئيس الحكومة يشوف لنا الحكاية هذه خاطر بالنسبة للسيد معتمد معنا شايف عنده على التق القومي معنا تعلمنا هذه ثم الناس حلت معامل وما غير ما نستغل فيها وناس بطالة لأن البطالة معنا موجودة كما الناس كل شاد القهوة ما فماش حكاية زوز معامل يخدموا قهوة هي تو أنت القايل الواحد يسأل واحد بل المنطقة الصناعية الجديدة اللي مش تعملوا فيها كي هي منطقة ما نجمش تستوعب الكم نتاع المستثمرين والكم نتاع أصحاب الأموال مش يستثمروا فيها هي وعاش نعملوا في واحدة أخرى جديدة 49 قطار وتو مش نعملوا إكستنسيون في هذيك بثمانية تو 8 قطار خلافة 49 قطار دونك ثم طلبات على الجهة هذه فهمتي يومية ونزيد نأكدها كون طلبات يومية وتوصلني لها الطلبات اليومية ما علاش يقولوا البطالة مرتفعة فاش الناس تقول لك ما بطالة ما قليش بالله اعطيني انا فين منخفضة البطالة هاي يقول لك مثلا نحن قاعدين هنا اعطيني فين منخفضة في كل ولاية تونس دونك مرتفعة في البلايص الكل دونك هذه المسائل ما عادش متعلقة هذه المسائل هيكلية تو دخلت في هيكلة الاقتصاد دونك طو شوماج الفي دون ولا نحكوا على الريفيرونس تاع طو شوماج الفي ما عادش باش نحكوا اكزومبل واش هما هنا مرتفع لا سيدي مرتفع في بلاصه الكل تكونوا استمتعتوا باللقاء مع سي حمادي وجاوبكم على الاسئله اللي طرحتهم وان شاء الله الكندار نلقاوها في احسن من حسن الى احسن وان شاء الله في مشاريع لاحقه والى اللقاء.